أعمال 8. وكان شاب راضي بأهله وحصل في يوم اضطهاد عظيم على الكنيسة اللي في أورشليم، فتشتت كل النواحي اليهودية والسامرة ما عدا الرسل، وشاء رجال أتقياء استفانوس وعملوا عليه مناحة عظيمة. وأما شاول فكان بيهاجم الكنيسة ويدخل البيوت ويجر رجالة وستات ويسلمهم للسجن، فلتشتتوا اتمشوا يبشروا بالكلمة. فنزل فيلبس لمدينة من السامرة وكان بيبشر لهم بالمسيح، وكان الشعب بيسمع جامد بنفس واحدة للي بيقولوا فيلبس لما يسمعوا يشوفوا المعجزات اللي عملها، لأن ناس كتير اللي فيهم أرواح نكسة كانت بتخرج تصرخ بصوت عظيم، وكتير من المشلولين والعرب اتشفوا، فكان في فرح عظيم في المدينة دي. وكان قبل كده في المدينة راجل اسمه سيمون بيستعمل السحر ويدعي الشعب السامرة ويقول انها حاجة عظيمة، وكان كل ماشيين وراه من الصغير للكبير ويقولوا ده هو قوة الله العظيمة، وكانوا ماشيين وراه عشان كان دهشوا فترة طويلة بالسحر بتاعه. ولكن لما صدقوا فيلبس وهو بيبشر بالمواضيع اللي تخص مملكة الله وباسم يسوع المسيح اتعمدوا رجالة وستات، وسيمون كمان نفسه آمن. ولما اتعمد كان بيمشي مع فيلبس، ولما شاف معجزات وقوات عظيمة بتحصل اندهش، ولما سمع الرسل اللي في أورشليم ان السامرة قالت كلمة الله بعتهم بطرس ويوحنا اللي لما نزلوا صلوا عشانهم عشان يقبلوا الروح القدس، لأنه ما كانش لسه غيبت على حد منهم إلا أنهم كانوا متعمدين باسم الرب يسوع، وأطاحوا الإيدين عليهم فقبلوا الروح القدس. ولما شاف سيمون أنه بحط إيدين الرسل بيتعطي الروح القدس أدى لهم دراهم وقال ادوني أنا كمان السلطان ده عشان أي حد أحط عليه إيدي يقبل الروح القدس. فقال له بطرس خلي فضتك معاك عشان الضياع، لأنك افتكرت أنك تملك موهبة الله بدراهم، مالكش نصيب ولا في الموضوع ده لان قلبك مش دغري قدام الله، فتوب من شرك ده واطلب من الله يمكن يتغفر لك تفكير قلبك، لاني شايفك في مرارة المر وقيود الظلم. فجاءوا سيمون وقال اطلبوا انتوا للرب عشان خاطري عشان ما يجيش عليا حاجه من اللي قلتوها. ثم انهم بعد ما شهدوا واتكلموا كلمه الرب رجعوا لاورشليم وبشروا قرى كتيره بتاعت السامريين. بعدين ملاك الرب كلم فيلبس وقال قوم روح ناحية الجنوب على الطريق اللي نازل من أورشليم لغزة اللي هو صحراء. فقام وراح، وفيه راجل حبشي مصري وزير لكنداكا ملكة الحبشة كان على كل الخزائن بتاعتها، فده كان جه لأورشليم عشان يسكت، وكان راجع وقاعد على المركبة بتاعته وهو بيقرا النبي أشعياء. فقال روح لفيلبس اطلع قدام مع المركبة دي. فسبق ناحيته فيلبس وسمع بيقرا النبي أشعياء فقال يا ترى فاهم اللي انت بتقراه؟ فقال ازاي اقدر لو محدش ارشدني؟ وطلب من فيلبس يطلع ويقعد معاه. واما فصل الكتاب اللي كان بيقراه فكان ده زي خروف الجر عشان يتدبح، وزي حمل قدام اللي بيجيزه بالشفاده ما تفتحش بقه، في التواضع بتاعه تشد العدل منه والخلفه بتاعته مين يحكي عنها عشان حياته هتتشد من الارض. فيقول المخزي فيلبس وقال اسالك عن مين بيقول النبي ده؟ عن نفسه ولا عن واحد غيره؟ ففتح فيلبس بقه وابتدى من الكتاب ده فبشره بيسوع. وفين هما ماشيين في الطريق قوم على ميه، فقال المخزي اهي الميه ايه اللي يمنع ان يتعمد؟ فقال فيلبس لو كنت بتامن من كل قلبك يجوز. فجاوب وقال انا امن ان يسوع المسيح هو ابن الله. فأمر تقف المركبة، فنزلوا هما الاثنين فيلبس والمخزي فعمدوا، ولما طلعوا من المية خطف روح الرب فيلبس فما شافوش المخزي تاني وراح في طريقه فرحان. وأما فيلبس فتلقى في أشدود وهو معدي كان بيبشر كل المدن لحد ما جه القيصرية.